بهذه الهتافات استقبل الجنود رفاقهم الجدد الوافدين إلى معسكر الموسم في الشمال الغربي من محافظة حجة. وكما أن المعارك تسير بنفس وتيرتها أيضا، تمضي الاستعدادات والتجهيزات هنا في هذا المعسكر بذات المعنويات المرتفعة. منذ أشهر قبل تحرير ميدي وبعدها يقضي هؤلاء الأفراد تدريباتهم لاستكمال الأهداف التي جاءوا لإنجازها، وهي مواصلة تحرير محافظة حجة من قبضة جماعة الحوثي وقوات الرئيس المخلود. معركة ميدي التي يقول أفراد من الجيش إنهم خاضوها بشراسة سقط خلالها قتلى وجرحى، بينما تمكن الجيش من أسر بعض عناصر الميليشيا. كان عملي متخصص هندسة ألغام، تم تدريبي من قبل الأخ أبو عواد إسماعيل مطهر. مؤخرا شارك هؤلاء الجنود في استكمال تمشيط الشاطئ الغربي لمدينة ميدي وما تبقى منها، ثم اتجهوا جنوبا في البحر الأحمر حتى جزيرة الحبل التي تبعد نحو 15 كيلومترا إلى جنوب ميدي، مواصلين الطريق البحري إلى اللحية، حيث تقع على مسافة 110 كيلومترات إلى الشمال من مدينة الحديدة على السواحل الشرقية للبحر الأحمر، وتعد أحد الموانئ اليمنية القديمة، ولذلك تبدو السيطرة عليها مهمة جدا بالنسبة للجيش كموقع مهم الآن.